السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبنا الأهلاوية، نهاركم أزعد، النهاردة نهاركم أزعد، لكن يوم الوقت يوم الماتش نهاركم أزرق بستين نيلة، نهاركم أزرق بستين نيلة. أنا ما عايز أتكلم كتير، عايز أقول لكم حاجة واحدة. الماتش اللي جاي ده ماتش غير كل الماتشات، مش زي ماتش 2007، مش زي ماتش 86 اللي نحنا غلبنا فيه الاهلي واخد 2-0، الحكم المرتشي لراش نقد الهدفين ودى البطولة للاهلي، البطولة دي حقتنا نحنا. اما نحنا في الماتش اللي جاي ده، بيعني لنا بطولة، بيعني لنا رد احتبار، وبيعني لنا كل حاجة. نحن مش عايزين نروح لقدام، ولا عايزين ناخد بطولة، ولا عايزين أي حاجة. نحن عايزين نغلب الأهلي فقط، عايزين نغلب إيه؟ الأهلي يتغلب، الأهلي لو ما اتغلب مفيش كورة تاني في السودان، مفيش حياة في السودان، مفيش أي حاجة في السودان. الماتش ده ماتش بتاع تغيير وثورة ومدنية جديدة، اسمه هلال الثوار. هلال ايه؟ الثوار. الماتش الساعة 9 بتوقيت السودان، اللي هي الساعة 9 بتوقيت مصر. نحن هنفتح الأبواب من الساعة 7 صباحا. السودان كله عايزينه جوه الاستاد، العيان اللي في المستشفى، اللي مش عيان، اللي عادي، اللي في السجن، نحن هنجيب عمر البشير من سجن كوبر ندخله الجوهرة الزرقاء لطحن الأهلي المصري. هنجيب في المغابر، الناس اللي ماتت في المغابر هنجيبهم وندخلهم الاستاد، ومفيش تذكرة واحدة لمصر. يعني ممكن نستثناكم على حسب الحب البناتنا، نعمل لكم يعني 10 تذاكر، مش 10,000، 10 تذاكر لمصريين. لكن احنا الماتش ده مهم، ماتش حياة او موت. حرب العالمية الثالثة بإذن الله حتكون في استاد الهلال الجوهرة الزرقاء ضد الاهلي المصري. زي ما قلت لكم، مش عايزين بطولة ولا عايزين نمشي لقدام، نحن عايزين نغلب الأهلي بكل السبل، نحن هنغلب الأهلي، الأهلي لازم يتغلب بكل السبل. بص على الليزر ده، هيكون في 15,000 ليزر في عيون الشناوي، 15,000 ليزر في عيون الشناوي. بإذن الله الشناوي حيكون لآخر ماتش، آخر ماتش في البطولة في حياته كلها، لأنه ما بيشوفش تاني. تاني حاجة، حيكون هذا السلاح المتواضع اللي هو عندنا زي المعلقة لأي حد داخل الإستاد بيشجع الأهلي. أهو نحن جاهزين، أهو. اما الحاجات دي حاجات عاديه كده، متعملش حاجه، بس لازم ناخدها معانا، لازم. اهو اهو، بص احنا جاهزين لكم، اهو اهو. احنا عايزين نغلب الاهلي، مش عايزين بطولة ولا عايزين أي حاجة، نحن عايزين نغلب الأهلي وخلاص، عايزين نغلب إيه؟ الأهلي وخلاص. أهو مش عايزين حاجة، نحن عايزين نغلب الأهلي وخلاص. زي ما قلت لكم، أتمنى من كل أهلاوي يجيب كفنه ويجي استاد الهلال. ظلمنا كتير في أفريقيا، كلها فساد في كرة القدم.
نحن اكثر فرق تضررت في البطوله الافريقيه، بياخذوا حقنا قدام عيوننا وما نقدرش نتكلم. نلعب ونتغلب بظلم تحكيمي وما نقدرش نتكلم ليه؟ بصوا يا اهلاويه، الماتش اللي جاي ده، اللي جاي الام درمان والجوهره اللي ودع ولاده ويودع حبايبه ويودع اي حد، نحن ربنا اذا اراد اننا اتغلبنا من الاهلي مفيش حياه تاني، مفيش كوره، مفيش اي حاجه. تذكروا بورسعيد، نحن حنعمل 300,000 بورسعيد، حموت كلنا بلعبت الهلال بي، كلنا بالاهلي باي حد بمشجع، مش عايزين كوره. الماتش ده حقنا، نحن اولى بيه، ده الماتش بتاعنا. عارفين ايه الماتش بتاعنا؟ عارفين ايه؟ اخر حاجه بقول لكم يا اهلاويه، تعالوا بكفنكم وما تجوش من غير كفن. لو جيتوا من غير كفن هتترموا وهتاكلكم الطيور كده، لكن تعالوا بكفنكم عشان نستركم. ستر الميت ايه؟ دفنه، وهتندفنوا ان شاء الله. استاذنا اسمه المغبره، بيدفن اتنين. المغبره دي بتحب اتنين اللي حرقهم ودفنهم، انتوا عارفين مين ومين؟ الاهلي والمريخ، صديق التمهيدي المريخ. الاهلي والمريخ هيندفنوا في الجوهره دي لا محال. تاني بقول لكم، ما تجوش من غير كفنكم، ما تجوش من غير كفنكم. الماتش ده بتاعنا، بتاعنا بكل ما تحمل هذه الكلمه من معنى. الماتش ده حقنا، الماتش ده حقنا. هلال الثوار، هلال الكرامه، مش هلال الرشاوي او هلال التحكيم، لا لا عذر لمن انذر. اهو اهو اهو، الماتش ده حقنا، الماتش ده حقنا يا بتوع الاهلي. اهو اهو، الماتش ده حقنا يا بتوع الاهلي، الماتش ده بتاعنا نحن باي طريقه، باي اسلوب، باي حاجه. ودعوا اهليكم وحبايبكم وتعالوا لنا في درمان، يا ناخذ الثلاثه نقاط يا ناخذ رؤابكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.